الجمع بين زيت الزيتون والشريحة ماشي بعد الناس كيجمعوا زيت الزيتون والشريحة، لأن القرآن الكريم هو اللي جمع، هو اللي عطاه هذه الوصفة ديال الشريحة وزيت الزيتون والتين والزيتون. الجميل في الأمر هو أننا ملي كنجمعوا الشريحة وزيت الزيتون الجسم ديالنا ينتج واحد المادة سميتها مادة الميتالونيد، وهذه المادة هذه هي مادة تؤخر الشيخوخة. والناس اليوم كلشي كيخاف من الشيخوخة، بعض الوصفات لتجنب الشيخوخة، ما كاينش وصفة اللي غتجنبك الشيخوخة، لأن يعني الشيخوخة مرحلة من مراحل الحياة فيجب أننا نعيشوها. فإحنا اللي أجدر أننا نديروه هو أننا نأخروا هذه الشيخوخة. إذا كنت مثلا غتوصل الشيخوخة على واحد العمر، ممكن الأعمار بيد الله، ممكن أننا نزيدوا واحد 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 الأيام في الحياة ديالنا فقط بنمط العيش ديالنا. ففعلا زيت الزيتون لما تجمع مع التين فكتعطي هذه مادة الميتالونيد، وهذه مادة الميتالونيد هي يعني تؤثر على الدماغ وكتخلي الخلايا انها ما توصلش لواحد الشيخوخه المبكره. هذه النقطه الاولى. كاين بعض الناس اللي كيقولوا انها كيزيدوا لها الثومه، بالنسبه لنا جيد جدا. علاش؟ لان الثومه فيها مواد كنسميوها حنا دي برانسيب اكتيف، مواد. الجميل ان هذه المواد هي دائبه في الدهون، ليبوسوليبل. يعني حنا ملي كنحطوا الثومه مع زيت الزيتون فكنلاحظوا ان داك زيت الزيتون كتشرب هذاك المذاق وداك النكهه ديال الثومه. هذا الشيء يدل على شيء، انما يدل على ان شربات هذه الثومه هذه، فهذا جيد جدا. بالنسبه للناس ديال مثلا الضغط الدموي وزيت الزيتون، فالقاعده كتقول بان ما كاينش غذاء يؤثر على مرض، ولكن هذا الشيء لا يعني ان مثلا اوراق زيت الزيتون، اوراق زيت الزيتون كتخلي لنا الاوعيه ديالنا الدمويه كتوقع لها واحد الفازو ديلاتاسيون، كيولي الاوعيه الدمويه كتقلص وكتمدد بشكل جيد. الاوراق زيت الزيتون ولا زيت الزيتون يؤثر على واحد الطبقه اللي كاينه في الاوعيه ديالنا كتسمى طبقه لانتيما. هذه الطبقه هذه ملي كتكون عندها واحد لا سوبلاس، عندها واحد المرونه، كتخلي الضغط ما يطلعش. لان شنو هو الضغط الدموي؟ الضغط الدموي هو كتولي عندنا واحد لا ريجيديتي، واحد التصلب في الاوعيه الدمويه، وكيبقاو ما كيتحركوش بشكل جيد. حنا ملي كنعطيوهم زيت الزيتون ممكن نزيدوا مثلا الثومه، ممكن نزيدوا الشريحه ماشي كوصفه ولكن كوجبه غذائيه، فهذا يمنح هذه الاوعيه الدمويه واحد المرونه اللازمه. ولما تعطى المرونه الاوعيه الدمويه فاكيد كيهبطنا الضغط الدموي، ماشي كيهبط بقدر ما كيرجع للحاله العاديه ديالو، وهذا هو المرغوب. نعم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.